بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. سوف نقوم في حصة اليوم بإتمام درس الحصة السابقة، المغرب حوار الأديان والسلم العالمي. قد تعرفنا في الحصة السابقة على مفهوم حوار الأديان، وعلى كيف يحرص المغرب على ضمان الحرية الدينية لكل شخص، وتأكيده على الحوار والسلم مع غير المسلمين. أما في حصة اليوم فسنتعرف على مواقف المغرب من حوار الأديان، وكذا نشأ السلم في العالم. فموقف المغرب من حوار الأديان، إذ نلاحظ في الوثيقة أحد مساهمات المغرب في تعزيز حوار الأديان. فالوثيقة تتحدث عن تشجيع المغرب لمنظمة الإيسيسكو، وهذه الأخيرة هي عبارة عن منظمة إسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي تهتم بموضوع حوار الحضارات والثقافات والأديان. واستضاف المغرب هذه المنظمة بالرباط، وتم عقد ندوتها هنا. هذا بالإضافة إلى احتضان المغرب مجموعة من الندوات والملتقيات داخل ترابه الوطني كذلك. أما فيما يخص مواقف مساهمة المغرب من أجل نشر السلم في العالم، فالمغرب يؤكد التزامه على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن في العالم، وتجلى ذلك في مساهمته المتعددة. فعلى سبيل المثال نلاحظ في الوثيقة مراحل استكمال الوحدة الترابية، وتم استعمال الطرق السلمية من أجل استرجاع الأراضي المغربية. نلاحظ في جدول منطقة طنجة الدولية تم استرجاعها عن طريق مؤتمر دولي بفضالة بالمحمدية، وطرفايا تم استعمال مفاوضات مع إسبانيا، وسيدي إفني تم استعمال مفاوضات كذلك مع إسبانيا. أما فيما يخص الساقية الحمراء فقد تم تنظيم المسيرة الخضراء وكذا توقيع اتفاقية مع إسبانيا بمدريد. أما بالنسبة لوادي الذهب فقد تم تقديم قبائل إقليم وادي الذهب البيعة لجلالة الملك بالرباط. وهذا ما يعني اعتماد المغرب على الخيار السلمي من أجل استكمال وحدته الترابية. وللرجوع للكتاب المدرسي، حيث نلاحظ في الوثيقة 1 صفحة 202 التي تؤكد على أن السلم العالمي أو عفوا على أن المملكة المغربية تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم. أما عن الخط الزمني فهو يبين أهم مساهمات المغرب من أجل نشر السلم والسلام في العالم. ففي سنة 1977 قام المغرب بإرسال تجريدته إلى الزاير لتحرير شابا. أما سنة 1988 فقام المغرب بنجاح بإقامة وساطة من أجل المصالحة بين بلجيكا والزاير. أما في سنة 1996 قام كذلك المغرب بإرسال تجريداته المغربية إلى بوسنة، ثم قام كذلك سنة 1999 بإرسال بعثة طبية إلى كوسوفو، وسنة 2004 قام بمساهمة في إرساء السلم في كوت ديفوار وهايتي. أما سنة 2013 قام بإرسال تجريدته إلى أفريقيا الوسطى. والمقصود بالتجريدة هي الفرقة العسكرية التي تعمل ضمن القوات الأممية من أجل حفظ السلام في بعض المناطق الحروب والنزاعات. وهذا ما تبينه الوثيقة 5 من الكتاب المدرسي صفحة 203. كل هذا يعني أن المغرب يتشبث بالحل والنهج السلمي في حل الأزمات سواء كانت وطنية أو دولية. أما عن الجدول صفحة 203 وكذا الجدول صفحة 204 فهما يتحدثان عن خطوات إنجاز أنشطة حول دور المغرب في تفعيل الحوار بين الأديان ونشر السلم في العالم. لهذا يجب عليكم الاطلاع على هذه الخطوات من أجل فهم ومعرفة إنشاء هذا العرض أو الملصق. وفي الختام نستنتج على أن المغرب ظل وسيظل بلدا للتعايش بين جميع شعوب العالم، ويشجع الحوار بين الأديان والتعايش السلمي. أما الآن فسوف تقومون بكتابة درس اليوم في دفاتركم ونقل المصطلحات كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.